حياكم الله أحبتي المشاهدين. كنا نستخدم أرصفة الطرق اللي هي هيئتها دوائر البلدية في عموم العراق، وبكل دول العالم موجودة هذه الأرصفة، وبحسب تصنيفها القانوني والإداري أن هذه الأرصفة هي مخصصة لسير المواطنين، لكن نلاحظ أن أصحاب المحلات يستخدمون هذه الطرق وهذه الأرصفة وغرقها بالكامل لعرض بعض البضائع اللي تابعة لهم، وكأنما هذه الأرصفة هي ملك خاص بيهم. إذا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش موضوع التجاوز على الأرصفة، ما هي الأسباب وما هي المعالجات، تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. تشهد الطرق الرئيسة والفرعية في العاصمة بغداد انتشارا كبيرا لأعداد هائلة من الباعة المتجولين المنتشرين على الأرصفة، والتي تعيق حركة المارة وحركة الكوادر الفنية لإعادة تأهيل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وتعيق كذلك تقديم الخدمات البلدية التي تسعى إلى القيام بحملات التنظيف اليومية لرفع الأنقاض والنفايات. ظاهرة التجاوز التي انتشرت بشكل واسع في الشوارع والأسواق باتت تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، ويجب التخلص منها مع توفير البديل لهؤلاء الكسبة والفقراء الذين يسترزقون منها، وبتوفير هذا البديل يتم التخلص منها بسهولة. وبحسب مختصين، من المهم جدا تعزيز التعاون بين السلطات المعنية والمواطنين والباعة المتجاوزين لمعالجة هذه المشكلة وتفعيل الإجراءات الرادعة للمخالفين لتوفير شوارع نظيفة خالية من التجاوزات والمهملات، لأن التجاوز على الأرصفة كالتجاوز على المال العام. من هنا يجدر بالسلطات المسؤولة إيجاد حل لهذه المشكلة عبر القيام بمسؤولياتها وعدم غض النظر، لأن إيجاد الحل هو من صميم واجباتها. أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير، طبعا ظاهرة التجاوز على الأرصفة بدأت تزداد يوم بعد يوم، ونلاحظ أنه في بغداد تحديدا أصبحت أنه بغداد تختلف عن السابق. الآن بغداد هي ذو كثافة سكانية عالية وذات منصب تجاري مهم أيضا، نلاحظ أنه أصحاب الأسواق والمحال التجارية والمطاعم المقاهي الكل متفق أنه هو يتجاوز على الرصيف مثل ما ذكرنا، كأنما هو ملك الخاص. يعني صاحب محل إذا كان مأجر أو كان محل الخاص أيضا هو يتجاوز على المساحة اللي هي ما مخصصة له وهي مخصصة للمواطن فقط. هنا بهذه الحالة يضطر المواطن أنه بسبب هذه التجاوزات أنه هو ينزل في وسط الشارع ويسير بوسط الشارع، وهي أكيد السبب حوادث كثيرة، وتحديدا إذا كانت العائلة كبيرة وكان وياهم أطفال يعني أيضا يضطرون أنهم ينزلون بوسط الشارع بسبب أنه مثلا محل أجهزة كهربائية هو يعني مكتفي بالمساحة اللي موجودة عنده، لكن يحاول أيضا يتجاوز بسبب عرض البضاعة الخاصة به خارج المحل، حتى بالتالي انه هو المواطن عندما يصير يتعرف عليها، لكن متناسي انه هو دا يسلب حق المواطن بانه هو يصير على المكان المخصص لسير المواطنين. واكو نقطة جدا مهمة، انه مثلا صاحب المحل انه هو يحاول يأجر الرصيف اللي مقابله، يعني بطريقة ان هو يأجر لصاحب كشك او بسطية، وهذا ايضا مخالف للقانون. بعض اصحاب المحال يحاولون ان هم يركنون السيارة على الرصيف ايضا، وايضا هذا مخالف للقانون، لان هذا الرصيف بالتالي راح يسبب له الضرر ومشاكل كثيرة وعديدة تسببها هذه التجاوزات. لكن تعالوا معنا نتعرف سويا على اجابة السؤال التالي، اللي هو من الناحية القانونية ماذا يترتب على صاحب المحل اللي يتجاوز على الرصيف؟ تعالوا معنا نشوف الجواب وراجعين. بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه جنابك، واللي هو قانونيا ماذا يترتب على أصحاب المحال الذين يقومون بعرض بضاعتهم على الرصيف أو الشارع العام، طبعا هذا الموضوع اللي تتولاه بالدرجة الأساس أمانة بغداد. أمانة بغداد خلت مجموعة من الضوابط على أصحاب المقاهي والمحلات والفنادق والمطاعم والمثلجات وغيرها. هذه الضوابط يعني انه يتم استغلال الرصيف لمدى 6 أمتار مع ترك مترين من الرصيف للمارة حتى لا تصير يعني حوادث او من هاي الامور. طبعا هاي الرخصة اللي تصدرها امانة بغداد
رخصة سنوية يعني تنتهي خلال سنة، وصاحب المحل التجاري أو المطعم أو أيا كان يروح الأمانة بغداد ويقدم عليها أيضا، يطلعون عليه كشوف ويشوفون أنه مدى التزامه بالضوابط اللي مخلينها الأمانة، على أن تكون الأشياء أو الأغراض أو الأشياء اللي يعرضها، أو مثلا خلينا نفترض مقهى ويخلي كراسي أو من هالأمور قابلة للتحريك، مو شيء ثابت، لأنه الأشياء الثابتة اللي من الصعب اقتلاعها، أو اقتلاعها يسبب يعني فد تشوه للشارع أو للرصيف، هاي ما مسموح بها. فلهذا السبب عرض البضائع وعرض هاي الأمور بدون التنسيق مع الأمانة وبدون ضوابط يعرض الشخص اللي يقوم بهذا العمل إلى المساءلة القانونية، ويعرضه إلى مسألة دفع غرامة، أحيانا تصل إلى الحبس حسب القرار، قرار مزقيات الثورة 154 لسنة 2001، إنه إذا أقيمت مشيدات ومن الصعب اقتلاعها دون تضرر الشارع العام أو الرصيف اللي يعتبر من ممتلكات الدولة، يعرض هذا الشخص إلى الحبس وممكن يعرضه إلى الغرامة كذلك. فعلى هذا الأساس أمانة بغداد هي تقوم دوريا بالكشف على يعني الأرصفة العامة وعلى كل المشيدات الحكومية، كشف دوري، وأحيانا يسوون إزالة فورية للأشياء اللي القابلة للإزالة، ولكن المشكلة أنه أصحاب المحلات أو البسطيات يعني مضطرين يسوون هذا الشيء أمام محلاتهم، الغرض منه هي للاستفادة المادية. يعني أنا أشوف أنه إذا يتوفر البديل لهذه الأمور، ممكن صاحب البسطية أو صاحب المحل إذا توفر له البديل ما راح يلجأ لهاي الأشياء. أما إذا كان البديل متوفر ورغم هذا هو جاي يعاود هذا الفعل، فيكون هذا الشخص مستحق أنه يتم تغريمه، مستحق أنه يتم إزالة البضاعة وهاي الأمور اللي عرضها على الرصيف العام. وما يخفى على جنابكم أنه استغلال الأرصفة بهاي الطريقة المشوهة تؤدي إلى صعوبة تحرك وانتقال المارة. يعني إحنا شخصيا هذا الأمر ملاحظينه مثلا منطقة الكرادة، أكثر شيء الرصيف بالكرادة مستغل بنسبة 90%، 95% تقريبا لعرض البضائع والبسطيات وهالأمور. فتلاحظين انه عملية مرور الاشخاص على الرصيف يعني فد عملية جدا صعبة ومزعجة، يعني الناس قامت تنزل على الشارع العام في سبيل تتخلص من الرصيف والزحمة والحركة الصعبة على الرصيف، وهذا يؤدي الى حصول الحوادث المرورية. يعني ممكن الشخص وهو ماشي على الشارع العام حتى يوصل للمكان اللي يريده بسرعة ممكن يتعرض الى حادث مروري، ممكن سيارة تضربه. فهذا الموضوع يستحق العلاج، مو بس العلاج الفوري وإنما العلاج الدوري، لأنه الإهمال بهذا الجانب من قبل أمانة بغداد ومن قبل الجهات المختصة راح يخلي اللي يرتكب هذا الفعل يعود إليه مرة أخرى، لأنه مثل ما تعرفين جنابك هي الحكمة القديمة تقول من أمن العقاب أساء الأدب. الآن نتحدث سوياً عن ظاهرة انتشار الأكشاك والبسطيات بصورة أيضاً كبيرة في كل منطقة بالعراق وتحديداً في بغداد، كأنما تحول هذا الوضع إلى سوق لهؤلاء الأشخاص. هي مثلاً بسطية لبيع الفواكه والخضار، بسطية لبيع الشاي، بسطية لبيع البلاستيك، بسطية لبيع الطعام، يعني بصورة كبيرة وبصورة أصبحت عشوائية. مسببة بذلك أولاً الازدحام بسبب أن العائلة مثلاً تتبضع أو الشخص من يريد يتبضع من هذه البسطية أيضاً يركن السيارة وبسبب ازدحام، بالتالي أيضاً مسببين أضرار للمواطن عندما يريد يسير على الرصيف بسبب هذه الأكشاك وبسبب العوائل اللي تقف تتبضع من هذه الأكشاك. بالتالي
نحاول انه احنا نجد انه حلول لهذه الظاهره، بسبب انه هي شوهت منظر المدينه اولا، وثانيا اصبحت هي المدينه او المنطقه هي غير حضاريه وغير لائقه لا بالمواطن ولا بالمجتمع ولا بالمنطقه، بالتالي بسبب ايضا النفايات وتكدسها، بسبب المخلفات اللي تنتج من هذه الاكشاك والبستيات. الكل متفق على موضوع انه يجب يتم ازاله هذه البستيات من المناطق لان هي غير لائقه بالمنطقه، فمحتاجين انه بهذه الظاهره وبتضافر الجهود انه يجب انه تكون هناك بدائل حتى يقدر المواطن انه هو يعيش هو وعائلته، لان خلف هذه البسطيه ممكن انه هي عائله كامله تعيش من هذه البسطيه، تتكون من 5 نفرات 10 نفرات، ممكن انه هذا الشخص اللي فتح بسطيه هو شنو اللي خلاه انه هو يلتجي الى هذه الظاهره او يكون حاله حال غيره، بسبب انه عدم توفر وظائف، ممكن هو يكون خريج، وكثير من اصحاب البسطيات هم خريجين وذو شهاده عاليه، لكن بسبب عدم توفر الوظائف، بسبب عدم توفر يعني عمل مناسب إلى حتى في القطاع الخاص، فيضطر انه هو يفتح بسطيه، واصبح بامكان اي شخص انه هو يفتح بسطيه حتى يعيش منها، لان احنا اذا تم ازاله هذه البسطيات بصوره غير نظاميه وبدون توفير البدائل راح نسبب له مشاكل، الى ممكن عرضه للفقر وللجوع، ممكن انه هو يستغل من اصحاب المجاميع الارهابيه، بالتالي راح يسبب انه ضرر له وللمجتمع. فاحنا محتاجين انه تضافر الجهود، يجب على الدولة تأخذ بنظر الاعتبار هذه النقطة وتحاول انه هي توفر بديل لهم، كان تكون هناك اسواق عصرية بكل دول العالم موجودة ظاهرة الاكشاك والبسطيات، كل دول العالم موجودة عادي، حتى عند ما تسافر لأي دولة تقول انه هي نروح لسوق البسطيات وغيرها، انه هذه المواطن الفقير يقدر انه هو يتبضع بصورة طبيعية وتكون اسعارها مناسبة. فإحنا أيضاً بحاجة أنه الدولة المعنية والجهات المعنية أيضاً تكون سوق يكون خاص لهذه البسطيات بكل منطقة، أنه تكون هناك جزء منها مخصص لهذه البسطيات، ويكون بجانبها بارك حتى الشخص أنه هو يركن سيارته وما يسبب ازدحام ولا اختناقات مرورية ولا يسبب مشاكل أيضاً للمواطن، وبالتالي تكون هي هذه الأكشاك تكون مصممة أيضاً من الدولة، تكون عصرية، يعني ممكن أنه هي تؤجر ايضا لاصحاب البسطيات وتكون باسعار رمزيه، حتى انه هو اكيد راح يشجع وراح يترك مكانه ويذهب الى هذا المكان المخصص واللي يكون نظامي. ظهرت انتشار الاسواق التجاريه ومحال بيع المواد الغذائيه بالجمله بصوره كبيره الان نشاهدها داخل المناطق السكنيه وبمشهد غير مألوف، يعني في السابق كان المكان يقتصر على المحال والدكاكين الصغيره اللي توفر احتياجات المواطن داخل المنطقه السكنيه، لكن الوضع الان يختلف تماما، نلاحظ انه حتى الاسواق اصبحت ذات طابع تجاري وكبيره وتبيع بالجمله، اصبح هناك مولات صغيره ايضا داخل المنطقه السكنيه، وهذه الحاله وهذه الظاهره مسببه مشاكل كثيره وعديده للمواطن ايضا، ومسببه مشاكل ايضا للاطفال مثلا، يعني الان وقت موسم دراسي ومدارس، ونشوف انه احنا بوقت خروج الطلاب من المدرسه مثلا يريد يروح لبيته، يعني شلون يقدر انه هو يصير بهذه المنطقه السكنيه المكتظه بهذه المحلات وبهذه المولات وبهذه المحال اللي تبيع بالجمله والازدحام والسيارات، هنا حتى ما يقدر هذا الطفل انه هو يصير على رصيف ينزل للشارع، وهذا الشارع ايضا بسيارات وخطر على حياته وعلى حياه ايضا السائق. والنقطه الاخرى انه حتى اصحاب الاسواق اللي مثلا سوبر ماركت هو ايضا دا يبيع بالجمله، وايضا اكو ظاهره جديده اللي هي اللي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا هذه البثوث المباشره والعروض والبيع بالجمله، وتكون هناك تخفيضات وغيرها داخل المنطقه السكنيه، وهذا المحل هو داخل المنطقه السكنيه، نشوف انه انتقال المواطن من منطقه الى اخرى بسبب انه حتى يصل الى هذا المحل او الى هذا السوق او الى هذا المول في سبيل انه هو يتبضع بسبب بضاعته اللي تكون هي مناسبه، وايضا هذا مسبب اول الازدحام ومسبب مشاكل للمواطن، مثل ما ذكرت قبل قليل انه هذه الحاله يحتاج لها الى ان تكون اكثر نظاميه، يعني مثلا ابسط مثال مدينه الصدر نلاحظ انه هي اغلقت تماما شوارعها الرئيسيه، افرعها تشوهت عمرانيا اصلا بسبب الازدحامات، نشوف انه هذه المدينه انه
بمشهد انه يعود بها الى القرون الوسطى، انه هي فقط اصبحت مكب للنفايات. نشوف التجاوزات مو فقط على الرصيف، انما نزلوا الى الشارع العام ويتجاوزون عليه. ابسط شيء انه شخص يبيع مثلا بنزين، ونشوف انه هو بدل ما يعرضه على الرصيف هو نازل بوسط الشارع بده يعرض هذا البنزين. يعني الوضعيه محتاجه الى عنايه، نحتاج انه هذه المدينه نحاول انه نجملها، نحاول انه نرتبها اكثر، لان اصبحت بصوره عشوائيه، بصوره يعني يرثى لها. احبتي المشاهدين، السؤال اللي يطرح هنا انه ما دور البلديات اللي هي مختصه بازاله التجاوزات؟ شلون يحاولون يحلون هذا الموضوع اللي الاشخاص اللي عندهم هم محل خاص بهم، انه ليش يتجاوزون الى الرصيف او الى الشارع العام؟ شلون يقدرون يحلون هذه النقطه؟ شو بتجاوبنا يا ابو راجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الموقره لطرح هذا السؤال، وذلك لنشر الوعي البلدي بين مواطنين اهل بغداد. حقيقه احنا كبلديه وسائر الدوائر البلديه دا تعاني من موضوع تجاوز على الارصفه. حسب قانون 154 يجب ان يكون مواطن يلتزم بحدود داره او حدود محله. ليش؟ لانه هذا الرصيف هو انولد لحركه السابله والمشاة، لانه اذا ماكو كان هناك رصيف راح ينزل مره الى نهر الشارع وتصبح هناك حوادث. فواجب المواطن انه التزام بذلك، وواجب البلديه ازاله التجاوز. احنا عندنا قانون بلدي نطبقه، ومفروض يتفهم المواطن وبدون اي احراج وبدون اي عصبيه من قبل المواطن، انه يقول انه انا ممتلكاتي على الشارع وكذا وهذا. لا، الشارع هو للمارة ليس للتجاوز. فاحنا كبلدية الشعلة دائما نطلع حملات يعني شبه يومية او اسبوعية لازالة كافة التجاوزات على الارصفة. ومن خلال منبركم هذا احنا نحب نبين للمواطن انه الرصيف هو بخدمات تحتية، مجاري وماء ومنهولات وكل الخدمات التحتية اللي هي خدمة له كمواطن وكمدينة. تكاد لا تخلو منطقة من مناطق العراق وتحديدا من مناطق بغداد من التجاوزات، وأصبح التجاوز من قبل أصحاب المنازل يضمون الرصيف إلى منزلهم أو إلى قطعتهم السكنية أو إلى مشتملهم، بالتالي في سبيل تكبير المساحة. يعني بسبب الكثافة السكانية والزخم السكاني لاحظ أنه أشخاص والمواطنين يحاولون أنهم يحصلون على منزل صغير أو قطعة سكنية صغيرة أو غيرها من التفاصيل، ولكن بنفس الوقت يحاولون يستغلون الرصيف لصالحهم. بمشهد هذا أيضا كان هو غير موجود في السابق، كانت الأفرع والمناطق السكنية هي أكثر نظامية وتكون هي مناسبة. كانت في السابق أنه هذه الأرصفة تستغل مثلا لعمل حديقة أو زرع نباتات معمرة، أو تكون هي يعني تستغل بصورة صحيحة، لكن في الوقت الحالي نشاهد أنه لا، أصبحت هذه الأرصفة هي غير مناسبة، أو تكاد هناك مناطق تكون الأرصفة بها معدومة تماماً. بالتالي أنه هنا نحتاج فعلاً تكون حملة حقيقية لهؤلاء الأشخاص اللي هم يستغلون الرصيف لصالحهم، لأن هناك أرصفة مثلاً يعملوها جراج، أو ممكن أصحاب منازل يحاولون أنه هم يستغلون الرصيف حتى يعملون عنده محل صغير لبيع يعني مثل السوبر ماركت. يعني يكون يعني هذه التجاوزات بدأت تكثر بصورة كبيرة وتزداد يوم بعد يوم، فمحتاجين تكون فعلا هناك حملة حتى نحاول انه نرجع نظر المنطقة الى سابق عهدها. احبتي المشاهدين، طبعا التجاوز هو غير مرحب به قانونيا، وايضا نريد نعرف احنا التجاوز على الارصفة وعلى المال العام هل هو يعني من قبل اصحاب المنازل طبعا هل هو حلال حرام؟ يعني نريد نتعرف على هذا الموضوع من الناحية الدينية وشرعا، هل يجوز التجاوز على الارصفة ام لا؟ تعالوا معنا نشوف الجواب وراجعين. من الأمور الثابتة والمتعارفة في الشريعة هو تنظيم حياة الناس سواء على المستوى العبادي في العلاقة مع الله، أو على مستوى المعاملات في التعامل مع الناس، أو على مستوى التعامل مع النفس وحقوق النفس. لذلك فمن الأمور المهمة هو كيفية السير في الشارع وكيفية التعامل في الشارع وما هي أحكام السير في الطريق. من ضمن الأمور أنه تعتبر من كبائر الذنوب وضع المعرقلات في طريق الناس، ومن المعروف جدا حاليا أن القانون الوضعي قد جعل هناك شارع
للسيارات ووضع رصيف خاص لمرور الناس. هذا في الشريعة يجب أن يحترم، يعني احترام ما تضعه القوانين الوضعية يجب احترامه. هذا المساحة التي توجد أمام المحل أو أمام البيت هي ملك للدولة، نعم هي حريم للبيت لكنها ملك للدولة، وهي تستخدم لغرض شؤون الناس. لذلك يعتبر من الأمور المنهي عنها شرعا هو وضع أي عرقلة، سواء كانت بطريقة البسطية أو القول أن هذا رزق، لا أبدا، هو أصلا غير معد لوضع شيء للبيع أو للتكسب أو للتجارة، خصوصا أمام المحلات. المحلات لها مساحة محددة بالبناء، وهذا ليس ملكا لصاحب المحل أبدا أن يعرض عليه بضاعته، هذا لغرض استخدام السابلة. لذلك نجد البعض يحاول أن يضلل نفسه أو يقنع نفسه بأنه يجوز أو هذا ملكه، أبدا هذا شيء غير صحيح، لأنه يتسبب بنزول المواطن من الرصيف إلى السير في الشارع ويعرضه إلى الخطر، خطر الاصطدام بسيارة، الدهس لا سمح الله، يعني أيضا مضايقة السيارات، لأن هذا باعتباره حق للسيارة، ويفترض أنه مثل ما صاحب السيارة لا يجب أن يسير على الرصيف، بنفس الوقت لا يجب أن يسير المار الماشي على الشارع، لأنه لكل استخدامه ولكل مكانه. نسمع حقيقة ونرى في كثير من الأماكن هناك تعدي على هذه الحرمة، تعدي على هذا الحق بدون وجه حق، استخدامه لأغراض أخرى، البعض ينشئ عليه مناشئ، هذا غير جائز شرعا أبدا، فيه تجاوز وتعدي، وربما تكون عليه آثار أخرى، في أن تكون هناك شبهة في الرزق لا سمح الله، أو تكون هناك أمور أو ترتيبات أخرى. نسأل الله أن يتم مراعاة هذا لكي نكون من الدول التي تتعامل مع القانون بشكل صحيح، وبالنتيجة هي تحترم الشريعة الإسلامية. الآن أحبتي المشاهدين نتحدث عن المناطق الشعبية الموجودة في بغداد، وهناك مناطق شعبية تحتوي على أسواق، هي تكون هذه الأسواق هي غير نظامية، أسواق غير مرتبة، يعني نشوف أنه مثلا منطقة الكاظمية، الشعلة، الحرية، الصدرية، هذه المناطق الشعبية اللي هي ذات كثافة سكانية عالية تكون هي أسواقها ما مرتبة، بالتالي محتاجين أن تكون هذه المناطق هي لها رونقها الخاص ولها نكهاتها الخاصة، لأن كثير من المواطنين يحاولون أن يلتجئون إلى هذه المناطق بسبب تكون أسعارها هي مناسبة، ويقدر أي مواطن يتبضع والبضاعة اللي يريدها، وأصبحت هذه المناطق ومحلاتها هي تضاهي يعني المناطق اللي تكون هي والأسواق تكون التجارية الباهظة الثمن. فهنا شنو الموضوع؟ الموضوع يحتاج إلى إعادة هيكلة، يحتاج إلى ترتيب، لأن حتى كثير من الشخصيات أو اللي الأشخاص خارج البلد عندما يجون إلى العراق يحاولون يريدون يزورون هذه الأسواق الشعبية والمناطق الشعبية اللي تكون هي إلها رونقها الخاص، وتحديداً منطقة الكاظمية اللي هي ذات المعلم الديني والسياحي بنفس الوقت، يعني محتاجين تكون هناك ترتيب تنظيم لهذه الأسواق، بسبب أنه كثير من هذه الأسواق نشوف أنه مثلاً صاحب محل أو كشك أنه هو محل لبيع مثلاً الخضار، بصفة محل أو بجانبه محل هو لبيع الملابس، بجانبه البلاستيك، يعني عشوائية. تعرفون أنه هذه مثلاً محل بيع الخضار هي تستهدف بها النفايات، تكون هي عرضة للذباب والأرياح اللي تكون هي غير لائقة، بصفة بالملابس هاي يعني ظاهرة غير لائقة لا بالمنطقة وأيضا لا بالمواطن ولا بالشخص اللي يجي يزور هذه المنطقة. مثلا نحن نحتاج أنه إعادة هيكلة مثل ما حدث بشارع المتنبي، عندما كان هو ما حاول أي شخص أنه هو يترك مكانه، أو الجهات المعنية ما حاولت أن ترحل أي شخص من البسطية أو من محله، لكن حاولت أنه هي تزين المكان ببعض الإنارة، ببعض الأصباغ اللي هي تكون ذات رونق، ببعض الأمور بترتيب وبنظام، عادة يعني نحس أنه كانت هناك حيوية وأصبح حيوية بهذا الشارع. محتاجين أن هناك تكون حملات شعبية لهذه المناطق الشعبية حتى نحاول نظهرها بأحسن صورة. أحبتي المشاهدين يعني لهذه التجاوزات
سواء من كل الأشخاص، الأكشاك، البسيات، المحال، المنازل، المناطق الشعبية، كل هذه لها مشاكل للمواطن وسببت مشاكل. تعالوا معنا نتعرف على المشاكل اللي سببتها للمواطنين وشنو رأيهم بالتجاوزات وشنو الحل برأيهم. نشوف الاستطلاع وراجعين. بالنسبة للموضوع اللي صميمة، احنا بالنسبة للبسطيات اللي موجودة بالشارع، صح هي منظرها فتشي مو جميل ومنظرها يسيء للعاصمة، واحنا تدري العاصمة مو كأي محافظة وبيها مجال انه تتقبل هاي الاشياء، بس رغم هذه احنا البطالة بشكل مو طبيعي. زين، ولا الدولة موفرة مجالات عمل اللي هي فد مشاريع اللي يشتغلون بيها كسبة البسطيات. زين، احنا في صميم هذا، يعني انا لاحظت بباب الشرجي، اكو منطقة باب الشرجي اللي هي جوا العمارة اللي بالخلاني، يعني انتو دا تريدون تقللون من البسطيات او تحاسبوهم، خلوا سياج حديد، خلوا بنصها شون مال الاشجار. زين، انتو ليش دا تأذون هيك العالم؟ خبوا حكموهم بقانون انه ارجع وإلك فد مكان، فالطريقة من الطرق بحيث بالضبط خصص مكان، هي ماكو تخصيص مكان، لان احنا دا نشوف يا بغداد اصلا يعني زخم بيها مو طبيعي، مستحيل تصير. احنا من اهل بغداد ودا نعرف كل المناطق، يعني مثلا هي الاماكن اللي تصير بيها الحركه، خلينا نفترض اللي هي مثلا باب الشرجي، الشورجه، هذني الاماكن اللي الكراده. زين، يعني اجى وقت حاسبه الحكومه البسطيات وشيلتهم، بس احنا ننظر بنظره ثانيه، انه نظره رأفة بالمواطنين. ليش؟ لان يعني هم ماكو مجالات عمل، ماكو مشاريع، يعني ابو البسطيه دا يحارب ويقاتل على مود بلقمه العيش بالحلال. زين، انتم بهالمجال هذا لو موفرين مجالات عمل ومشاريع كان هذا احسن مما احاربه انا يوميا، ومع العلم هو دا ياجر بفلوس يعني من ابو محال او مثلا من جهه معينه او من سلطه معينه. زين، يعني دا يحارب ويقاتل في لقمه العيش للحلال. زين، أنا ليش ما أدعمه في طريقة أو بأخرى؟ أوكي، أنت حكايتي صحيحة أنه يوفروا لهم أماكن ويوقفون بيها أو يبيعون بيها الباعة المتجولين، بس احنا نعرف كل الزين أنه هذه ما راح تنجح. أنا مو مع وجودهم، شوف أنا لا مع وجودهم ولا أحاربهم بطريقة العنف والهذي، يعني أنا بطريقة ثانية أنه أوفرهم مجال عمل، هم كل منظمة مجال عمل منظم. زين، تكون بطريقة حضارية، يعني أنا ليش كل شيء عنف وبكل شيء اللي تجي البلدية وبالشفل وشالت وحاربت وهذا؟ هم دا يشتغلون في يعني شغل حلال، هم ما دا يجي دا يحاربك في سبيل أنه شيء حرام أو هاي، لا هو أنا هذا رأيي، يعني هذا الشيء للحلال، يعني دا يشتغل الرجال دا يوفر، يريد وكل عائلته، يريد وكل الناس اللي عنده، اللي يريد أكثر من عائلة. هم صدق نشوف عن الوضعية أنه كل شخص عنده شهيد وعنده عائلة أيتام وعنده فدا يسكنهم. أنا من هالمبدأ وهذا رأيي بالموضوع. أنا والله هي هاي ظاهرة يعني جديدة علينا من بعد السقوط، كثرة التجاوزات، وبالتالي تأثر سلبا على العائلة العراقية، خصوصا هسه الاكتظاظ السكاني وصغر المساحات للبيوت، العائلة قامت تفتقر إلى المتنفس، فبالتالي هذا الموضوع يأثر سلبا مثل ما قلت، لأنه لا العائلة صاحب العائلة يقدر يمشي براحته، التجاوزات أغلبها ماخذة 90% من مساحة الأرصفة، والمشي راح يكون متعرج أو ممكن ينزل إلى الشارع ويتعرض إلى يا ستار حوادث، يعني خطر الحوادث. يعني هي المشكلة مو بس تقع على عاتق أصحاب البسطيات، الدولة والوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام يعني في صورة غير مباشرة سبب هذا التجاوزات من قبل الباعة، خلينا نقول على البسطيات على العاصفة، لأنه كثرة البطالة وسوق العمل غير المنتظم، ماكو مصانع، ماكو، هذا اللي أدى إلى هذا الموضوع. العالم هم حقها يقول لك أنا وين أروح، يعني أسترزق من خلال هاي البسطية، بالتالي يتدنى مستوى خلينا نقول التفكير لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص. إذا أحبت
تحياتي المشاهدين. قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة. أولا يجب محاسبة أصحاب المحال الذين يتجاوزون على الرصيف بعقوبة صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، لأن بلغت التجاوزات حدا لا يطاق. ثانيا يجب إيجاد البديل لأصحاب الأكشاك والبصيات، لأن هناك عوائل كثيرة تعتاش من هذه البصية. ثالثا يجب على الجهات المعنية إعادة الروح للأسواق الشعبية التي ستعكس الوجه الحضاري للمنطقة. أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج ليش لا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.